Tvom rahmetu život svoj sam predao, ali i ja griješnik sam veliki. Tvom rahmetu život svoj sam predao, sam sam sebi štetu nanosio, grijehe griješnim rukama sam grlio. I sad helim, al ne helim za njima, jel bezgriješni od insana ne ima. I sad helim, al ne helim za njima, jel bezgriješni od insana ne ima. Da sam samo što će vječno da boravi u njemu, i da vidim tvoje sve dženetlije, što iskreno vjerovaše u tebe. I da sve dženetlije, što iskreno vjerovaše u tebe. Da sam gnjezdo ptica tvojih zelenih, ili trava koja će kaplja vode s kojom će se umivat, ili kamen pokraj vječnih izvora. Kaplja vode s kojom će se umivat, ili kamen pokraj vječnih izvora. Da sam mitna odijelu dženeckom, ili treptaj na pogledu mu'minskom. Osjet koji osjetit će mirise što pronose tvoje časne hurije. Osjet kojim osjetit će. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإخوانكم في رحلة روح الجنان في زيارة بلاد البلقان يتجهون الآن إلى قرية أوراهوفيتسا في البوسنة والهرسك، مستعينين بالله لمد يد العون لإخواننا المتضررين بسبب الفيضانات. وسنلتقي بإذن الله تعالى بالشيخ عدنان ليحدثنا أكثر عن هذه الفيضانات التي حصلت في البوسنة الوسطى والبوسنة الشمالية قبل أسبوع تقريبا في 14 من مايو لعام 2014. ما شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في مكان الذي حصل فيه الفيضانات، ومعنا الشيخ عدنان ما شاء الله قد درس في الكويت في المعهد الديني وكذلك في كلية الشريعة، وحصل على شهادة الماجستير من دولة الكويت وعمل في أماكن متعددة في دولة الكويت. شيخ عدنان، نريد أن تحدثنا عن الفيضانات، متى حدثت عندكم فيضانات، وإلى أي مدى وصل ضرر هذه الفيضانات، وأيضا إلى مدى التعاون الذي حصل مع أهل أو الشبان الذين هم من هذه البيوت التي تضررت؟ هل بقوا في أماكنهم هم وعائلاتهم، أم خرجوا عن الأماكن هي البيوت وعاد الشبان ليعملوا ويجتهدوا؟ قبل الأسبوع تقريبا بدأت الأمطار الغزيرة في البوسنة، ونحن في البلد هنا متعودين على الأمطار، ما كنا نتوقع أن الأمطار هذه ستصل إلى الدرجة التي وصلت إليها. نزلت كميات كبيرة جدا من المطر، ثم مجرى النهار وكذا وغيرها لم تكن قادرة على استيعاب المياه التي نزلت، ثم خرجت من مجراها وأغرقت المدن بأكملها. بعض المدن أغرقت وحتى وصل الماء فيها إلى 3 أمتار، دور ثاني من العمارات، وأغرقت البيوت، بعض البيوت أغرقت إلى دور الأول والثاني، وبعض القرى تضررت. نحن حاليا في منطقة جبلية في قرية اسمها أوراهويتسا، القرية هذه ما فيها أنهار قوية، بل فيها جداول من كل جانب، فيها جدول صغير، هذه الجداول تحولت إلى المنابع، تحولت إلى الأنهار القوية، حتى أغرقت القرية بأكملها، وهي في صيف لا تجري أصلا، أو تجري لا تكاد تراها، لكنها الآن تحولت إلى نهار وأغرقت القرية بأكملها، وهذه تقريبا قرية أكثر قرية تضررت بسبب فيضانات. الأمطار نزلت على الجبال حتى صارت أرض الجبال رخوة، فانشقت الجبال، في بعض الأماكن هنا في الجبال انشقت إلى نصف متر أو متر، وبعضها أشد سنتي، فالبيوت كذلك انشقت والأراضي انشقت، فهاجر أهل المنطقة حفاظاً على أرواحهم، ولله الحمد لم يمت أحد هنا، لأن الناس أخذوا حذرهم وخرجوا لما رأوا ماذا حصل بالمياه اللي كانت هنا موجودة. والحالية نحن الشباب من المدينة تبعد من هنا تقريباً 20-30 كيلو، نأتي يومياً هنا ونساعد الأهالي المنطقة هنا في تنظيف ما تركه الفيضان في المنطقة هذه. تقريباً هذا هو. نعم؟ أي نعم. بعض البيوت هنا جاءتها جبال ونزلت الأراضي عليها، لما انشق الجبل الأرض تحركت ودمرت البيت، وهذا البيت أمامنا مثال لهذا، في بيت فوق نزل في الأرض، لما الأرض كانت رخوة بلعت البيت، البيت الآن مو موجود أصلا، ما يرى. بعض الحيوانات هنا ماتت، لم يستطع أصحابها أن ينقذوها. وفي قصة غريبة جدا وقعت هنا في بيت هنا مجاور لنا، كانت المرأة عندها 4 أبقار وعجل صغير، فلما جاءت الأمطار قوية أخذت البقرة وصعدتها فوق على الجبل حفاظا عليها، 4 أبقار والعجل صعدتها فوق كله حفاظا على، نعم، فتحرك الجبل فماتت 3 أبقار وعجل وبقيت بقرة، ولم يكن شيء في حظيرة هنا، الحظيرة بقيت كما هي هذه الحظيرة، أخرجتها فوق إلى جبل تعصمها من الماء، فتحرك الجبل سبحان الله. فموت لها، بقي الأصل، بقيت لها بقرة واحدة، وبقي الحظيرة الأصلية بقيت سالمة. يعني هذه قصة عجيبة جدا أني وقعت هنا سبحان الله، أني أخذت الأبقار إلى أجلها إن صح التعبير، هي قد أخذت لو أبقتها هنا يعني لما حصل لها شيء، لكن لو هذه تفتح من الشيطان. فسبحان الله، نحن حاليا نساعد الأهالي في تنظيف المنطقة، وكذلك الأهالي هنا سيحتاجون إلى ترميم البيوت، وكذلك الزرع والزراعة كلها راحت، سيحتاجون إلى بذور لزراعة الأماكن مرة أخرى والمزارع مرة أخرى، لأن الأهالي المنطقة هذه يعيشون من الزراعة، فهم لله الحمد ليسوا بحاجة إلى الملابس مثلا أو الأمور، لأن البيوت موجودة أكثرها، ولم أمور هذه ليس بحاجة إليها، لكن الحبوب والبذور وكل ما شيء يتعلق بالزراعة سيحتاجون إليها مرة أخرى لزراعة مزارعهم. بعض الناس هنا زرع 80,000 متر والآن بقي بلا شيء،
80 ألف متر. دفع ما يملك في الأرض وينتظر أن يحصد ما زرع، لكن الآن الماء أخذ كل شيء. طبعاً الناس يعيشون هنا على الزراعة. على الزراعة. إذا فقدت الزراعة ربما. على الزراعة وعلى كذا تربية الأبقار والمواشي. نحن في الطريق رأينا ما شاء الله شاحنات، وأخبرنا صاحبنا بأنها للجان خيرية هنا. إيه نعم. هل هي قد يعني غطت العدد الكافي أم تحتاجون لدعم من آخر؟ لله الحمد أن البلد كله بلا استثناء، بلا استثناء مدينة ولا قرية، تحرك لمساعدة المناطق المتضررة. حتى أن يوميا تأتي باصات كثيرة جدا من سراييفو، من أهل سراييفو ومناطق ما حولها في تنظيف المدن التي أغلقت، وتبعد عن سراييفو 150 كيلو. فالناس لها تساعد بعضها بعض يعني. لكن بما أن المشكلة حادثة الآن وجديدة، فالناس ترسل مساعدات بلا سؤال. المتضرر ماذا تحتاج إليه؟ قد يكون عنده ملابس ويرسلون له ملابس وليس عنده طعام، يعني يحتاج الى قليل من الترتيب، يحتاج الى ترتيب يعني. لكن احنا وجهنا الان مساعداتنا في هذه الناحيه، في ناحيه مساعده هؤلاء الناس ليعيشوا في الشتاء، يعيشوا من عملهم، يريدون ان يزرعوا مره اخرى لانهم لا يعرفون شيء اخر، ليست لهم وظائف، ليست لهم امكانيه اخرى، وكذلك نساعدهم في ترتيب البيوت، ترميمها، وفي اعاده بنائها وفي سكن فيها مرة أخرى، لأنهم الآن مهاجرون، والمدن المجاورة استوعبت عدد كثير من المهاجرين من المناطق هذه التي هربت. شيخ عندي. أنتم لستم من هذه المدينة وأتيتم أبداً مساعدتي. ليس منا فيها هنا أحد. الشباب الملتزمين من المدينة تقريبا كل يوم يأتي منهم 20 شاب ينظفون المنطقة هذه، يساعدون الأهالي هنا، وأنا أتي معهم وأحيانا يأتون بأنفسهم وأهل المنطقة يقولون ماذا يفعلون، ساعدونا في كذا وساعدونا في كذا. اليوم عبدنا الطريق هذا، كان طريقا غير سالكا، ما شاء الله. اليوم نحن عبدناه تقريبا، هذا الطريق اللي هنا كان غير سالك تماما، وصلحنا المياه، لأن الشباب اللي معنا أكثرهم مهنيون اللي تدرس المياه صحي والكهرباء وغيرها من المدرسة والمدارس هذه، فيساعدون الأهالي في حياته هنا. وأنتم جزاكم الله خير على الزيارة هذه الميدانية حتى تروا يعني ما حصل يعني. هو صحيح يعني هذا البيت مثال، لو تراه أن في يوم واحد الماء أحضر إلى هذا المكان أكثر من متر من التراب. نعم، غطى الحديقة بأكملها، يعني دمر بيت أخيه وأحضر له. هذا بيت أخيه. نعم، هذا بيت أخيه. فنحن الآن نساعده في تنظيف الأمور هذه، لأن الحكومة لن تتكفل بتنظيف بيوت الناس، هي تنظف الطرق مثلا أو بعض الأمور العامة. أماكن العامة بالتأكيد. نسأل الله لا تكون هناك مشكلة في الحريف عندما تنزل الأمطار من جديد، يعني فهذا قد يبدأ من جديد يعني، والعياذ بالله. نحن ننتظر الآن تحاليل المختصين في هذا المجال، هم ينتظرون تحاليل مختصين في هذا المجال فسيخبرونهم. أسكنوا أو لا تسكنوا، لكن إلى الآن ليست هناك يعني أمور الحمد لله هدأت من جديد. لا لا الأمور هدأت الآن الحمد لله، هدأت الأمور الحمد لله. هل من خوف إن لمن يريد الإتيان مثلا إلى الوسنة؟ لا أبدا، المناطق هذه بعيدة جدا وليست مناطق سياحية، وأصلا لم يزرها أحد من قبل تقريبا يعني. مناطق في شمال البوسنة، وأكثر الناس يأتون في سراييفو وما حول سراييفو. طيب شيخنا هنالك سؤال. طيب الآن قد يعني أحصي عدد الذين سيزورون البوسنة للسياحة كثير، ربما 70 إلى 60 ألف ما شاء الله. أيوة. هذا كبير. هؤلاء ما هو الذي يستطيعون أن يفعلونه إذا قدموا البوسنة من مساعدات لأهل الفيضانات؟ يعني نقول مثلا الشخص معه 5 سيأتون للسياحة، ماذا يستطيع أن يقدم لينفع إخوته في هذه البلاد؟ جميل. كما ذكرت أن نحن هنا في البلد الآن حاليا أنشأنا لجنة طوارئ في لمساعدة أهل المناطق المتضررة، ونحن في ميدان كل يوم وندرس الحالات ونحاول أن تكون مساعدتنا نوعية، ما تكون مساعدة في أمور ناس ليسوا بحاجة إليها. فكل من أراد أن يشارك معنا يمكن يشارك معنا في مشاريع التي أنا ذكرتها في إعادة البناء، وكذلك في الزراعة وفي المواشي، في أمور التي كان الناس يملكونها
ثم أصبحوا لم يكن شيء. أنا حضرت قبل يومين هنا في منطقة أحد الشياب من 69 سنة بيته انشق، فخرج من بيته ويحمل السجادة الأخيرة. قل أنا الآن أين أذهب؟ عمري 69 سنة وليس لي وقت كافي ليبني بيتا جديدا. فمثل هؤلاء نحن نحاول أن نوفر لهم مسكن ونوفر لهم بعض الأمور حتى يعني يعيش ما بقي لهم من العمر، لأنه لا نستطيع أن نبني بيوت للناس لأن هذا مكلف، لكن نحاول أن ندبر مسكن مؤقت أو احتياطي يقضي فيه ما بقي لهم من العمر. نحاول ندفع له إيجار ونساعده في هذا الاتجاه ونعطيه بذور والحبوب اللي يزرع ويعيش يكون عنده إنتاج. فأنا أنصح الإخوان أن يكون توجههم في هذا الشيء، لأنه لا تعطي سمكة للرجل، علمهم كيف يصطاد، وهم كلهم يريدون أن يعملوا. المنطقة هذه وغيرها من مناطق زراعة، مناطق عمل، ليست مناطق جلوس ولا كسل، فهم يريدون أن يزرعوا. فالحمد لله يعني نحن نحاول نساعدهم في هذا الشيء إن شاء الله. نسأل الله أن يكتب لكم الأجر. آمين. وأنتم جزاكم الله خير على هذه الزيارة. الله فيكم وفي كل من معك. الله جزاكم الله خير. السلام عليكم. Smirisom da mi duša pohita.